السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. سورة الكوثر. كما تعلمون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد له أولاد ذكور، ولكن توفاهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك الكفار أطلقوا على سيدنا محمد لقب الأبتر، يعني الذي لا يعيش له الأولاد. فكانوا يقولون لبعضهم البعض اتركوه وشأنه، فإنه سوف بعد فترة يموت، وسوف ينساه الناس ويكون كالمبطور، فلا يعني فلا يوجد ولا الذكر يعيش بعده ويحمل اسمه وينشر دعوته. فقالوا عليه الأبتر. ولكن القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن واسى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكوثر لمواساة الرسول صلى الله عليه وسلم وليبشره بالخير الكثير. فقد قال الله سبحانه وتعالى في بدء السورة: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هنا تعني تعني الخير الكثير، فجاي من الكثرة الكوثر. وقال بعض العلماء أن الكوثر هو نهر في الجنة، ولكن ابن عباس قد قال إن الكوثر هو من الأشياء الكثيرة التي أعطاها الله للرسول صلى الله عليه وسلم. فلقد أعطى الله الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرا في السماوات العلى، فإن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد أعطى الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد وأنزل عليه القرآن، وفيه الخير الكثير. فإن سيدنا محمد ذكره باقي إلى يوم القيامة. ولكن الذين كانوا يقولون عنه أنه الأبتر فقد ماتوا ولم يذكرهم أحد، ولقد نساهم الجميع كما تعلمون. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني يا محمد لا تبتئس ولا تنزعج ولا تزعل من قول هؤلاء. وأنه كان بالتأكيد كان يحز في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لشيء دنيوي، ولكن كان يحزن خوفا على هذا الدين. فصلي لربك وانحر، يعني لا تزعل، ولكن توجه إلى الله بالصلاة، واعبد الله ووحد الله سبحانه وتعالى، واذكر الله في العبادات وفي الأعمال، وعند الذبح فاذكر اسم الله، ولا تفعل كما يفعلون، فإنهم كانوا كان لهم طقوس خاصة عند الذبح، أشياء ليس لها علاقة بالإسلام، فكانوا يذكرون اسم الآلهة، وكانوا يذبحون لآلهتهم ولا يذبحون لله سبحانه وتعالى. فلذلك الإسلام دين شامل، دين يشمل معاملات وعبادات وأشياء دنيوية. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا في كل شيء، حتى في الأشياء الدنيوية، كيف حتى نتعامل مع بعضنا البعض، كيف يعامل المسلم أخاه وزوجته وأبنائه وجيرانه، كيف البيع والشراء، كيفية الذبح. فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فإن الذين
فإن الذين فإن أعدائك شانئك فهم أعدائك، والذين يكرهونك هم الأبطر، هم الذين سوف لا يذكرهم أحد وسوف ينساهم الجميع. ولكنك يا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك فإنك يعني المذكور، فإنك المذكور إلى يوم القيامة. وهذا حدث بالتأكيد، فإننا كما نعلم الآن أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر في كل وقت وحين، يذكر في الأذان، في التحيات، عندما يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم يصلى عليه المسلمين في جميع أنحاء الأرض. واسم محمد الآن هو هو الأشهر اسما في العالم، هو الأكثر في في العالم. فصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وصدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو عمل لايك للفيديو، وعمل مشاركة، وعمل مشاركة للفيديو، والاشتراك في القناة حتى تصل إلى عدد كبير من الناس. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في رعاية الله، وهدانا وهداكم الله إلى الطريق المستقيم.